سونا أصرت ألبس هذا الفستان. انسي، لا تبرري. تمام. بس في شي ناقص. شو ما زبط؟ بلى. ريحان طالعة بتاخدي العقل يا روحي. أنا قلت لك من الأول رح يلبق لك كتير. شكرا لك. من إمتى هيك صاير رومانسي لهالدرجة أمير؟ عن جد تفاجأت، ما كنت بعرف إنك رومانسي. لسبب بسيط جيملي. جمال ما بيخبي حاله. إذا هيك منيح. موفقين بعشاكم. خالتي جاهدة عم تستناني على القهوة. بشوفكم. خلينا نطلع.
بأي لون لازم؟ برأيي اللون بالأخضر. شو رأيك بالفوشي؟ يعني أنت ما داخلك من هاللون؟ بس هالمرة رح أرسمه بالفوشي الغامق. الفوشي الغامق؟ قصدي ما رح لونه بالفوشي الفاتح. برافو عليكي سنفورتي، هاتي بوسن. ألو نام سونار بيك. ليلى كيفك؟ قلقت عليكي، كل شي تمام؟ هدي كمال شي؟ شكرا لك، الأمور بخير. ليكي بصراحة أنا اتصلت فيكي لقلك شي تاني. شركتي اليوم في عندها عرض مهم كتير، والموظف المسؤول عن العرض انكسرت رجله من سوء حظي طبعا. شو المطلوب مني؟ بصراحة أنا بحاجة لشخص يقدر يساوي هذا العرض بأسرع وقت. ما أجب بالي غيرك. أنا؟ يا ترى فيكي تاخدي إذن وتجي معي على الاجتماع؟ شكراً لإلك، بس هالشي صعب كتير بصراحة. أنا هلأ عم اشتغل وما سال قاعدة معي. تعرف ما فيني اتركها وانشغل بأي شي تاني، وانت شفت ردة فعل كمال بيك لما تأخرت هداك اليوم، وما بدي افقد ثقته فيني أكتر من هيك. هو مديري بالنهاية. إذا طلبتي منه إذن رح يتفهم الوضع. لا، حتى لو وافق ما رح أترك ما سال وروح. بتمنى تقدر تلاقي حدا بأسرع وقت. الله معك. هاتي لأشوف وين صرتي حبيبتي ماسال. أوه شو هالرسمة الحلوة. إيه كملي هيك. معناتها طلعت بنظرك مدير فاشل ومستبد، وهي مجرد موظفة مضطرة تطبق القوانين. كل شي عملناه أنا وياكي نكب على الفاضي، رايحين ياكلوا سوا لحالهم، وحتى رح يقعدوا بمطعم رومانسي كمان. أهلا وسهلا جيمري، رح أطلب لك فنجان قهوة. قهوة شو خالتي جاهدة؟ أنا رح أجن وأنت عم تقلي لي فنجان قهوة؟ معقولة؟ لازم نعمل شي بسرعة. جيمري معلش تهدي حالك شوي حبيبتي، تعالي عدي هون وخلينا نحكي. ليكي خالتي يا ريت لبقى تقلي لي اهدي شوي. تمام؟ رح لاقي حل وخرب الموضوع كله. جيمري لوني من هذا المكان كمان. بدون ما أقصد سمعت التليفون اللي حكيتيه من شوي، بتوقع بدك تروحي لشي مكان. اتصل سونار بيك، عنده موظف انكسرت رجله. فخرية بتدير بالة على ما سال كم ساعة، فيكي تروحي إذا بدك. عن جد شكرا كتير إلك، رح تكون تجربة جديدة لإلي. لا تروحي، هذا الشخص ما له موثوق، لا تنخدعي فيه، لا تروحي. ألو سونار بيك؟ كيف بيصير هيك؟ كيف؟ حبيبتي جيمري اهدي شوي لو سمحتي. مو قدرانة، شو أعمل بحالي؟ عملنا كل شي بيطلع بإيدنا. كل شي عملناه راح ونكب على الأراضي. مو قلتي لي إنه أمير ما رح يخلي عنده ريحان دقيقة وقت يشوف هاي الورقة؟ وقلتي لي كمان انه رح يقلعها ويزتها برا. ها قلي لي مو هاد كلامك؟ توقعت هيك يصير. وانا كمان ما فهمت. شو ما رح خليهم يكونوا سوا؟ لازم لاقي وسيله، ما رح خليهم يطلعوا بنوب. ليكي جيمري حطي ببالك اني متضايقه ومعصبه اكثر منك، بس
الكرسي قريب، إذا مانك مرتاحة فيك ترجعي. أنا بساوي. هيك أحسن، ارتحتي أكتر. انبسطي بالمفاجأة وحاولي تحرري مشاعرك. هي سونا، الفضول اللي عند أختي مستحيل ينتهي. أنا متأكدة إنه أخي رح يوقع بحبك مرة تانية هي الليلة. برجع بقلك انبسطي بوقتك. خلتك تضحكي وهالشي ما بشوفه كتير. بس ارجع فورا رايح اتشكرها، يعني واضح انها احسن مني بهالشغل. عم تقلي انبسطي بوقتك. سونا تشبه خالي كتير، قلبها طيب وبتحب تساعد وحقيقية لدرجة كبيرة. وبالنسبة إلي يعني مين بشبه منهم برأيك؟ بشبه أبي ولا أمي؟ أبوك. وأمي كمان قلبها طيب، حتى لو ما كانت بتظهر هالشي هاد. رح يبلش الاجتماع بعد شوي. تمام، خلينا نراجع التقارير سوا. صح، عنا اجتماع لازم نراجعون. طيب تفضل اخي كمال. انت منيح؟ صاير شي مشكلة؟ لا ما في شي. معناتها منيح لو اشرب قهوة وصحصح بالأول، واضح انه الاجتماع رح يكون صعب. معك حق،
اطلب لك معي؟ ايه يا ريت. بابا أهلي. طمنيني، شو أخبارك بنتي؟ منيحة. شو رايح على الشركة؟ بصراحة جتني سفرة لكم يوم. على فكرة عم بتضايق كتير من هالسفرات. ما عم نقضي أنا وياك وقت بنوب؟ مو على أساس رح تتقاعد؟ معك حق، بس خلينا نقول مضطر. معقول ما في حدا يروح بدالك؟ مثلا أخي. هو عم يمشي أمور شغلون. على كل، إمتى رح ترجع؟ ما بعرف إمتى بالضبط، بس ما رح طول أكيد، يعني منقول إن شاء الله. بالمناسبة ما شفته لأمير، وينه؟ طلعوا لبرا هو وريحان. عن جد؟ حلو كتير، ممتاز. بس لو شفت ريحان يا بابا، طالعة حلوة كتير، بتشبه الأميرات. هاي هي مرت ابني. تعرف بابا، منيح أن معنا، هي غيرت الجو بالبيت كتير، راح الحزن وجابت بداله السعادة والفرح. مبسوط كتير إنكم متفقين سوا. من قبل كان عندي بنت واحدة بس، وصاروا تنتين. خليني وضحك. لا تطول علي. كأنك متوترة. لا مو كتير. بعرف اني فاجأتك بهالشي، بس قدمتيني معروف كبير وما رح انساه، وقد ما تشكرتك رح يكون قليل. انا اجيت بس لاني وعدتك. لا تواخذوني على التأخير. ما في مشكلة كمال بيك، الشباب قاموا بواجب الضيافة معنا. تفضل عدوا لو سمحتوا. مو على أساس الاجتماع مع شركة تانية؟ صدقيني مشاركة كمال بالاجتماع صارت فجأة. مجموعة شركات أرجو إلك كمان؟ إيه، نحن جداد بهذا المجال، من سنة أسسنا هي الشركة. كيفك ليلى؟ ما توقعتك تكوني بهي المقابلة. تفاجأت كتير. الأنسة ليلى رح تساعدنا بتقديم عرض عن شركتنا. معناتها بلا ما نخليكم تستنوا، تفضلي. Thank you.
لازم نمشي شوي. تفضلي. ايه شو هو قرارك اخي؟ خلينا نقعد ونفكر سوا. بس العرض ممتاز كتير، وحتى ليلى قدمته بشكل منيح. بهنيكي، شكرا لك. سواء اخذنا الشغل ولا لا قدرت اعرف مواهبك. الاجتماع خلص، فيني امشي؟ طيب خليني وصلك على البيت. شكرا، بدي روح لحالي. معقول يعني اجيتي لهون مشاني؟ أنا رح وصل لأنسي ليلى لأنه رايحين لنفس المكان. بجوز يكون عندك شغل كمال بيك. شغلي خلص وطالع هلأ. إيه بس خلص بروح مع كمال بيك، برأيي ما في داعي تتعب حالك. شكرا. طيب مثل ما بتكون. عن إذنكم. كنت تقولي إنك بتحبي البحر. صحيح. حلو كتير. بس لازم نشلح من رجلنا بالأول. لا تخاف ما رح تغرق. لا تنسي انه جنبك هلأ المنقذ تبعك. Thank you.
هالمرة الأكل غير، لأنه ما رح يكون في حدا غيرنا. عجبك شي؟ ليش ما عم تحكي شي؟ قدام هذا الجمال لساني مو قدران يحكي. يعني عجبك؟ حاسة اني عايشة بحلم، ماني حابة فيق منه مشان ما اخسر هالشغلات الحلوة. الشي الوحيد يلي مثل الحلم مو بس المناظر الحلوة، عم ترد على موبايلك سفر. بيروح بينام عند أمه وبيرجع الصبح لهون وبينام. أكيد هالرجال في شي من وراه. أكيد شرف سفر بيك. وينك لهلأ؟ أهلك هيك علموكي تفتح الباب وقت يجوا ضيوف لعندك عالبيت؟ فكرتي اللي اجى سفر وانا جاي اسال عنه. وينه هذا المغضوب؟ دقيت له كثير بس ما عم يرد علي. لو واقع بمشكله كان دق لي مليون مره. اللي وين كنت؟ كنت عند امي. حسب علمي كان نايم عندك امبارح. ابدا ما اجى لعندي. صحيح وين اختي ريحان؟ ما أنا هون بنتي. قليلي شو صار لك؟ ليش هيك تحولتي وصار لونك مثل عرنوس الدرا؟
سفر، سفر عم يخوني يا أمي، متأكدة إنه عم يخوني. أنا سألته وقال لي إنه مبارح كان عندك، وحتى كان طالع منه ريحة عطر نسواني كمان. شو اسمه؟ شو بعرفني شو اسمه، بس أكيد نسواني. يا ويلي، لا تقولي يا كيف سفر بيعمل فيني هيك؟ ايه طبعاً بيعمل، صح عقله صغير وما بيفهم بأي شيء، بس شيطان وقت بده. يا ربي دخيلك انخرب بيتي. خلص لا تخافي، لا تخافي بنتي. صح العلاقة بيناتنا متوترة، بس حطي ببالك اني رح وقف جنبك بهالموضوع. صدقيني ما رح ينخرب بيتك، خلص لا تخافي. وهلأ خبريني، وينو هالمغضوب هاد؟ قال طالع في عنده شغل وبيرجع بالليل. اها طيب اسمعيني بنتي وافتحي أدنيك منيح، أنا لازم روح هلأ ضروري ووصل مسال لأبوها، وبعدين رح أرجع لهون. وحسك عينك ها، أعرف إنه نزلت دمعة واحدة من عيونك، صدقيني بشخطك شخط. ما بدي تبيني قدام سفر أي شيء. تمام أمي. أيتها الأنثى التي في صوتها، تمتزج الفضة بالأمطار ويختلط البحر بعينيها. يا وردتي، من مرايا شفتيك يسطع ضوء النهار ويغيب. ربما أكون فوضوي الفكر أو مجنون، هذا ممكن، فأنت سيدتي وأنت المسؤولة عن هذا الجنون. صوتك ألحان عصافير، وشعرك كليل حالك، وجهك كوجه الأطفال السعداء. سامحيني مرة واحدة إذا خرجت عن حرفية القانون، فما الذي أصنع يا ريحانتي إن كانت المرأة التي أحببتها هي القانون وهي كل القوانين؟ أيتها الأنثى التي في صوتها، تمتزج الفضة بالأمطار ويختلط البحر بعينيها. ريحانتي، من مرايا شفتيك يسطع ضوء النهار. أحبك وسأبقى دائما أحبك.
عثماني، عرفت انه الاجتماع بشركتكم وانا جاي، كنت بدي انزل بس. يعني ما بدك تسمعني؟ ما في شيء اسمعه. لا في. انت معصب مني وما عم تفهمني. المشكلة انت مو فهماني شو اللي عم بيعمله سونار. طيب شو اللي عم يعمله؟ يعني عن جد عم تسأليني؟ مو فهماني اللي عم بيصير؟ ما عم تشوفي؟ إذا اللي عم بيصير طبيعي عندك فما في شي نحكي فيه. كنت مفكرك ذكية، معقول ما فهمتي إنه عم بيحاول يلعب فيكي ويخدعك؟ قلت لي يخدعني؟ بالضبط مثل ما سمعتي. طيب خلينا نقول إنه عم يخدعني. شايفني كتير غبية لحتى انخدع؟ لو ما كنتي مخدوعة ما كنتي رحتي معه على الشركة، وإنتي قلتي هالشي. الأغبياء يلي مثلي بينخدعوا ببساطة؟ أنا ما قلت هيك، بس انتي مو حابة تفهمي اللي عم يصير حواليكي، ولا بدك تفهمي. رح تشوف انك غلطان. مع مين رح تحكي؟ ألو؟ سونار بيك؟ عرض الشغل اللي عرضته علي لساته قائم لهلأ؟ عرض شغل؟ أنا قبلانة أشتغل فوراً،